قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا ان المجلسين الوطني والمركزي سيعيدان النظر بكافه الاتفاقيات الموقعه مع اسرائيل وانه لا يمكن الاستمرار بالاعتراف في اسرائيل بينما لا تعترف هي بفلسطين واشار اشتيا في كلمته خلال حضور افطار اهالي الشهداء والاسرى الفلسطينيين الى ان الجذور الفلسطينيه ضاربه في الارض ولن تنجح اسرائيل مهما حاولت بتزوير الروايات الفلسطينيه وفي سياق منفصل اكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال استقباله وفدا من رجال الاعمال المقدسيين ان الحكومه ستدعم القدس وستعزز صمود المقدسيين بكافه الامكانيات المتاحه